ومحدودة، ولكن الكثير يتجاوز ويفتح المحل وكثرة الإقبال. يعني الموضوع اللوم يلقى على هيئة السياحة. طيب احنا اذا لاحظ مثلا وجود محلات المشروبات يعني ينتقد، ما يخالف يا اخي انت انتقد ابنك، انت ربي ابنك بالطريقة الجيدة، امنعه بالاسلوب الحسن، التربية الحسنة، هو يبتعد. بعدين اذا ماك اذا عزلنا المحل غير المجاز، هو راح يذهب إلى المحل المجاز حتى إذا كان في حي آخر. هناك اتساق لربما شوية ابتعدنا، ولكن هي نفس الموضوع على قضية النوادي الليلية معالي الوزير. ما مجازة من عندنا أبدا ما مجازة الليلية. ولكن أيضا هناك تعاون تعامل مع نقابة الصحفيين، بعض الشخصيات اللي تظهر لربما هم حاملين لهويات هذه النقابات. ما لنا علاقة احنا نقابة فنانين، هل الهويات لا تمنح من عندنا من النقابات؟ خلاص. طيب هذه ممكن أن تحاورون منين مجازة لعد النوادي الليلية؟ ما مجازة من عندنا، ما مجازة من وزارة الثقافة ولا من هيئة السياحة. أنت أن تعرف منين مجازة، اذهب واسألهم نستقصي. نعم.